الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. كم لله من نعمة علينا في ديننا ودنيانا، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباع وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وبعد، عندنا بإذن الله جل وعلا آيات من سورة التوبة نستمع إليها، ثم نأخذ شيئاً من معانيها وأحكامها، لعل الله عز وجل أن يتفضل علينا بفهم كتابه وتنزيل ألفاظه على حسب مراده. فلنستمع لقراءة هذه الآيات من القارئ بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يمتن الله جل وعلا في هذه الآيات بنصره لأهل الإيمان، فإن الله جل وعلا نصرهم في مواطن كثيرة، وأول هذا النصر أن ثبتهم على دينهم مع شدة ما لاقوه في أول زمانهم، فإنهم قبل الهجرة لقوا من أنواع الأذى والتكذيب الشيء الكثير، فنصرهم الله بإبقائهم على دينهم. ثم بعد الهجرة نصرهم الله في مواقع عديدة، ومن أولها غزوة بدر الكبرى التي كان المسلمون فيها قلة وكان المشركون عددا كثيفا، معهم عدة وسلاح وعندهم تجهيز وتخطيط، ومع ذلك هزمهم الله ونصر المؤمنين. وهكذا سنة الله ماضية، وإنما يخشى على المسلمين من أنفسهم، وهذه الخشية إما لمعصيتهم لله جل وعلا وعدم قيامهم بشرعه، فإن الله قد علق نصره للمؤمنين بأن ينصروا دينه كما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أو بما يكون في قلوبهم من ظنهم أن النصر من عند أنفسهم ونسيانهم أن تدبير أمر الكون من عند الله وأن الله يؤيد بنصره من يشاء. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة علم بأن قبيلة هوازن قد جمعت له الأجميع واستعدت لغزوه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يتجهزوا. وكان أهل مكة قبل فتح مكة قد جهزوا أسلحتهم من أجل أن يقاتلوا المسلمين، فجعل الله ذلك السلاح سلاحاً للمؤمنين يقاتلون به. وكان من هؤلاء الذين جمعوا السلاح صفوان بن أمية، فقد جمع سلاحاً كثيراً، يقول إن مدة صلح الحديبية وهي 10 سنين ستمضي سريعاً، فبالتالي بدأ يتجهز لما بعد 10 سنوات في ظنه ومفهومه، فما هي إلا أن حصلت غدرة قريش فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله مكة، وأصبح سلاح أهل مكة معه بدل أن يكون ضده. ولذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أن يعطيه السلاح الذي جمع ضده ليكون معه، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مردودة. فحينئذ أعطاهم ما لديه من السلاح من الدروع والسيوف ونحوها.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عدد كثير مقدار 12,000 من الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومن أهل مكة ومن غيرهم من القبائل. وكانت قبيلة هوازن 4,000 مقاتل على ثلث جيش المسلمين. وقد أتوا بنسائهم معهم وأتوا بما يملكونه من الإبل وبهيمة الأنعام من أجل أن يكون ذلك محمسا لهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعزيمة صادقة خوفا على أموالهم وأهليهم ومحارمهم. فلما وصلوا إلى المكان الذي ذكر الله وهو مكان حنين وهو بين الطائف ومكة على طريق السيل، فإذا بأهل الطائف من قبيلة هوازن يخرجون من فوق الجبال معهم أصوات عالية ويحركون الحصى وما معهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هرب المسلمون وكادت أن تقع الهزيمة بهم، فكثرتهم لم تغن عنهم شيئا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 100 رجل فقط. وحينئذ أرسل عمه العباس ليصيح في الناس، يصيح في أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، ويصيح في الأنصار والمهاجرين، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ كانت الدائرة على المشركين، وأنزل الله ملائكة من السماء يعاونون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان على بغلته، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع الناس عليه وحصلت الهزيمة الشنيعة على قبيلة هوازن، فأسروهم وسبوا نساءهم وذراريهم وأخذوا أموالهم، فكانت معركة عظيمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بهم مدة، عاد إلى جهة مكة وجلس في الجعرانة ينتظر أهل الطائف لعلهم يأتون ولعلهم يعتذرون فيرد إليهم أموالهم وسبيهم، إلا أنهم لم يعودوا إليه. وحينئذ قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وقسم ما أخذوه من السبي، فما هو إلا أن علمت هوازن بذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتائبين طالبين منه العفو، وطلبوا منه أن يرد إليهم نساءهم وذراريهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد استأنيت بكم، فلما تأخرتم قمت بتوزيع هذه المغانم، فأحد أمرين: إما أن تطلبوا أموالكم، وإما أن تطلبوا نساءكم وذراريكم. فقالوا: بل نطلب نساءنا وذرارينا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم بمجيء وفد هوازن وما وعدهم به من إرجاع سبيهم من النساء والأولاد. قال: فمن رضي بذلك فليعد ما أخذه من هذا، ومن لم يرضى فيخبرنا نعطيه
عوضا عن ذلك، فقال الناس رضينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نعلم من رضي منكم ممن لم يرضى، فعودوا إلى عرفائكم فأخبروا عرفاءكم، فكل منهم رضي بإرجاع سبي هوازن إليهم، فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر من هذا الموطن. فقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي في غزوات عديدة، يمتن الله على أهل الإيمان بما أيدهم به من الفوز على أعدائهم والنصر عليهم، وكان هذا في مواقع عديدة. فانظر إلى حال الإسلام قبل 20 سنة من هذه الوقعة، كان النبي وحيدا فريدا، لم يؤمن معه إلا قلائل، وكانوا يتعرضون لأنواع من الأذى. فانظر كيف غير الله الحال، فمن كان مع الله كان الله معه ونصره وأيده. ثم ذكر واقعة يوم حنين، فهي وقعت في يوم واحد، فقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، يعني ظننتم أن كثرة العدد هي السبب في نصركم على أعدائكم، وغفلتم عن أن النصر بيد الله يؤيد به من شاء، ولذا كانت هذه الكثرة لا قيمة لها ولم تكن سبباً في نصركم، ولم تغني عنكم شيئاً، ولم تبعد عدوكم عنكم. وحينئذ هرب هذا العدد الكثير، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأصبحت الأرض ضعيفة قليلة بالنسبة لهم، لأنهم هربوا وابتعدوا عن جيش عدوهم. وثم وليتم، أي قفلتم راجعين مدبرين، يعني على أدباركم، عدتم إلى الخلف. وحينئذ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة هي الطمأنينة التي يجعلها الله في القلب مع حدوث الحوادث المزعجة وورود الوقائع المقلقة. فإن العبد المؤمن بإيمانه بالله وبقضائه وقدره واليوم الآخر يكون ممن لا تتأثر فيه، لا تؤثر فيه الوقائع، فإنه يعلم أن الجميع وقع بتدبير من الحي القيوم، وأنه هو المتصرف في الكون. ولذا تجده مطمئن البال، هادئ النفس، مرتاحا في نفسه، لا تؤثر فيه القلاقل ولا تزعجه الحوادث الكبيرة العظيمة. وما ذاك إلا لإيمانه برب العزة والجلال، وعلمه أنه لن يحدث في الكون شيء إلا بأمر رب العزة والجلال، كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وفي بعض القراءات يهدأ قلبه من الهدوء والسكينة. ثم قال ثم أنزل الله، أي تفضل بأن جعل الطمأنينة نازلة من عنده وواردة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل طائفة من الملائكة جنودا لا يراهم الناس ولا يشعرون بهم. وحينئذ كانت الدائرة على هوازن ومن معها، ولذا قال
وعذب الذين كفروا، أي أوقع بهم القتل الشنيع وجعل سبيهم وأموالهم يتمكن المسلمون منها، وذلك جزاء الكافرين، أي أن الخزي والندامة في الدنيا يجعلها الله على أولئك الذين لم يقروا بشرع الله ولم يؤمنوا بالله ورسوله. ثم إن الله من فضله وإحسانه يتوب على بعض العباد فيهديهم بعد أن كانوا كافرين، ولذا قال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني من هؤلاء الكافرين، والله غفور رحيم. فهو سبحانه قد فتح باب التوبة لعباده ليعودوا إليه فيغفر ذنوبهم ويتجاوز عن خطاياهم، وهو رحيم بهم سبحانه على ما كان منهم من معاص ومخالفات. ثم وجه الله جل وعلا خطابا لأهل الإيمان فقال: إنما المشركون نجس، أي إن من لم يؤمن بدين الله ولم يدخل في دين الإسلام نجس، نجاسة معنوية لوجود هذا الشرك. فإن الله خلق العباد ليعبدوه وحده، فمن لم يقم بهذا الغرض العظيم والهدف الكبير فإنه حينئذ نجس النفس. وليس المراد هنا أنهم نجس بأعيانهم، فإن الشرع قد أباح الزواج بالكتابية وأجاز الأكل معهم ولم يأمر بغسل ما مسوه من الثياب والأواني، فدل هذا على أن النجاسة معنوية وليست حسية. وقوله المشركون هنا ليست خاصة بأهل الأوثان بدلالة الآيات التي بعدها، فإنها في اليهود والنصارى، فقال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نهى الله المؤمنين عن تمكين الكفار من دخول الحرم. والمراد بالمسجد الحرام هنا جميع حدود الحرم، وليس هذا خاصا بالمسجد، مسجد الكعبة وحده. ولذا نهى الله المؤمنين عن أن يمكنوا الكافرين من الدخول إلى حرم مكة. وقوله بعد عامهم هذا، يعني بعد السنة التاسعة، ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة أعلنها صريحة، فقال لهم: لا يحجن البيت بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم قال: وإن خفتم عيلة، أي إذا خشيتم أن يلحقكم فقر وحاجة بسبب منع المشركين، إما لكونهم يتاجرون في مكة أو لكونهم قد يقاطعونكم ولا يعاملونكم بسبب منعكم لهم من دخول مكة، فحينئذ اعلموا أن الرزق بيد الله جل وعلا وأنه هو الرزاق، وبالتالي عليكم أن تثقوا في الله بأن الله سيرزقكم متى تمسكتم بشرعه وسرتم على دينه، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولذا قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وفي هذا وعد لأهل الإيمان بأنهم متى قصدوا الآخرة فإن الله سينيلهم تبع أمور الدنيا. وقوله فسوف يغنيكم، أي يجعلكم لا تحتاجون
لهؤلاء المشركين من فضله أي من إحسان الله ووعده الكريم بكم، فهذا كرم من عند الله ليس من الأمور الواجبة عليه. ثم قال: إن شاء، ليعلم أهل الإيمان أنه ليس الإيمان مرتبطاً بالرزق دائماً، بل قد يبتلي الله بعض المؤمنين بالفقر والحاجة فليكون هذا سبباً لرفع درجاتهم أو ليختبرهم ويبتليهم، وحينئذ نعلم أن الله عليم بأحوال العباد، يعلم من يصلح له الفقر ومن يصلح له الغنى. ثم قال: حكيم، بمعنى أنه يحكم الأمر فلا راد لحكمه وله الحكمة، فيضع المقادير فيما يناسبها من الأحوال. ثم قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني قال هنا قاتلوا ولم يقل اقتلوا، والمقاتلة هذه فيها جيش أمام جيش، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لا يصدقون ولا يلتزمون بشرع الله ولا يستعدون للآخرة ولا يحرمون، أي لا يتبعون شرع الله في تحريم ما حرم وإباحة ما أباح، ولا يدينون دين الحق، أي لا يلتزمون بالدين الصحيح الذي فيه إفراد الله بالعبادة، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية، أي يسلموا قدرا من أموالهم عن يد، بحيث يحضر كل واحد منهم صاغرا ذليلا مقرا بتبعيته لأهل الإسلام. ثم ذكر مقالتهم الشنيعة التي كانت أحد الأسباب التي جعلت الجزية واجبة عليهم، ألا وهي نسبة الولد إلى الله جل وعلا. فقال: وقالت اليهود وهم أتباع موسى من أهل كتاب التوراة عزير ابن الله، وعزير نبي من أنبياء الله، غلوا فيه وزعموا أنه ابن لله. وقد قيل إن المعنى في هذا أن اليهود لما غزاهم أهل بابل قتلوا علماءهم وأحرقوا صحفهم، فلم يبق شيء من كتبهم إلا عند عزير الذي هرب من هؤلاء الأعداء، فحفظ الله به كتابهم، ولذا كانوا يرجعون إليه وأخذوا عنه هذا الكتاب، لكون بقية كبارهم وعلمائهم قد قتلهم أهل بابل. وفي المقابل، ونسبة عزير إلى الله بجعله ابنا لهم نسبة جائرة وكلام باطل وافتراء على رب العزة والجلال، وبالتالي كانت مقالة سيئة أوجبت أن يجعل عليهم ما سبق من الجزية والمقاتلة. وهكذا النصارى أتباع عيسى بن مريم الذين وسموا نصارى لمناصرتهم لعيسى، أو لأنهم من أهل الناصرة، بلدة من بلدان الشام، قالوا
المسيح يعني عيسى ابن مريم ابن الله، وافتروا على الله بهذه المقالة. قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم، أي هم الذين أقروا على أنفسهم بهذه المقالة الفاسدة ولم ينسبها إليهم الآخرون زورا وبهتانا، بل لا زالوا يصرحون بها، مع أن كثيرا منهم يضمر في قلبه خلاف ذلك. قال تعالى: يضاهئون، أي إنهم بهذه المقالة يشابهون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل من الكفار الذين نسبوا إلى الله الولد. فقال تعالى: قاتلهم الله، أي ألحق بهم اللعنة العظيمة والجزاء السيء والعذاب الشديد. أنى يؤفكون، أي كيف يتركون الحق ويذهبون إلى هذه المقالات الباطلة. ثم ذكر عنهم من مقالاتهم الباطلة وطرائقهم السيئة التي أوجبت أن ينفوا عن المسجد الحرام، وأوجبت أن تؤخذ منهم الجزية، وأوجبت مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية، أنهم اتبعوا كبارهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ولذا قال: اتخذوا أحبارهم، أي جعلوا علماءهم ورهبانهم، أي عبادهم، أربابا من دون الله، أي يحكمون أحكاما تخالف شرع الله، فيمضون أحكام هؤلاء الأحبار والرهبان. كما أنهم اتخذوا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فكان عنده عدي بن حاتم الطائي، فقال: يا رسول الله، إنهم لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم الحلال فيحرموه، ولم يحلوا لهم الحرام فيحلونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. وهكذا اتخذوا المسيح ابن مريم ربا وإلها يتوجهون إليه بالعبادة دون الله. قال: مع أنهم أمروا بإفراد الله بالعبادة، ونهوا عن صرف شيء من العبادات لغير الله، فإنهم لم يؤمروا إلا بعبادة إله واحد. وفي هذا تنبيه على فساد عقائدهم، فإن العقيدة الحق تقتضي أن المعبود واحد، وأما تعدد المعبودات فهذا يحصل به المضادة بين هذه المعبودات. ولذا قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، أي تنزه عن طريقتهم في نسبة الولد إلى الله، وفي تحليل الحرام، وتنزه عما يقولونه من مقالات شركية مخالفة لأصل دين الإسلام. ثم بين الله جل وعلا أن هؤلاء الكفار يسعون جاهدين لطمس معالم دين الإسلام ولإزالة هذا الدين من واقع الناس، فقال: يريدون، أن يسعون ويرغبون ويعملون إلى أن يطفئوا نور الله، أن يزيلوا الحق
الحق الذي نزل به الوحي من عند الله من دين الإسلام بأفواههم، أي بما يتكلمون به من الكلام السيء، بما يتضمن الدعايات الفاسدة الكاذبة تجاه أهل الإسلام لينفروا منه الخلق. ولكن لله سنة جارية في أن الإيمان يزداد وأن دين الله يبقى، ولذا قال ويأبى أن يرفض ويمنع الله إلا أن يتم نوره، فلا تنفع طرائقهم الكيدية في طمس نور الإسلام ويتم نوره، أن يبقى هذا الدين عزيزاً منتشراً في الناس ولو كره الكافرون، أي ولو رغب الكافرون في طمس معالم هذا الدين وإطفاء أنواره. ثم ذكر السنة الماضية في نصر أهل الإيمان إلى قيام الساعة، فقال هو جل وعلا الذي أرسل وبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي بالهدى، أي العلم الصحيح ودين الحق، أي العبادة والعمل الذي يتوافق مع الشرع، ليظهره أي ليجعله ظاهرا منتصرا على الدين كله، أي على بقية العبادات والأديان ولو كره المشركون، أي ولو أراد أهل الشرك أن يطمسوا معالم هذا الدين ويزيلوا آثاره. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة، فمن أحكامها أن النصر بيد الله جل وعلا وأنه يؤيد بنصره من يشاء، ومن أحكامها أنه لا ينبغي بالعبد أن يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الله بعد فعل السبب، أما السبب وحده فلن ينتج نتيجته ولن يصل العبد إلى ثمرته إلا إذا كان هناك عون من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بأن النصر على الأعداء ليس بكثرة الجيوش ولا كثرة السلاح ولا مهارته، وإنما هو تأييد من رب العزة والجلال. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله ببذل السبب من جهة، ثم اعتماد القلب على الرب جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بواقعة حنين وما فيها من القصص العجيبة، وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان متى أعجبوا بأنفسهم كان هذا من أسباب ورود الخسارة والعزيمة عليهم. وفي هذه الآيات تحريم الفرار من مواطن المعارك ووجوب البقاء فيها، وقد وردت الأحاديث بأن من الكبائر الفرار من الزحف. وفي هذه الآيات احتياج الإنسان لنزول السكينة والطمأنينة من الله على قلبه عند حدوث الوقائع المدلهمة، وحينئذ على الإنسان أن يدرب نفسه على اليقين والطمأنينة وحسن الظن بالله ليكون من أهل السكينة. وفيه بيان أن هذه السكينة منة من عند الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات مقاتلة الملائكة مع المؤمنين
مع عدم رؤية المؤمنين لهم. وفي هذه الآيات أن سنة الله في الكون ماضية بهزيمة الشرك وأهل الشرك، وإن كان لهم دولة في الزمان الأول لكن عاقبة أمورهم أن تدال عليهم. وفي هذه الآيات فتح باب التوبة لمن أقدم على الذنوب والمعاصي ولو كان ذلك بالشرك، ومقاتلة أنبياء الله والصد عن دينه. وفي هذه الآيات القبول، قبول التوبة ممن ورد إلينا تائبا. وفي هذه الآيات تحريم دخول غير المسلمين إلى حدود الحرم، وأن ذلك من الأمور الممنوعة، ويشمل هذا أهل الأوثان وأهل الأديان السابقة كاليهود والنصارى والمجوس. وفي هذه الآيات بيان أن المشركين عندهم نجاسة معنوية لكونهم لم يقوموا بما خلقوا له من عبودية الله جل وعلا، وليست هذه النجاسة نجاسة حسية، وبالتالي فما لمسه الكافر فإنه لا يعد نجسا. وفي هذه الآيات تسمية جميع حدود الحرم باسم المسجد الحرام، مما يدل على أن مضاعفة أجر الصلاة إلى 100,000 صلاة عام لجميع حدود الحرم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سوى يشمل جميع حدود الحرم. وفي هذه الآيات بيان أن الرزق من عند الله جل وعلا، ولا ينبغي بالعبد أن يستجيب لتسويل الشيطان في دعواه أن الرزق يحصل بمعصيته. وقاعدة الشرع أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفي هذه الآيات بيان أن الرزق لا يلزم ولا يتحتم أن يكون لكل المؤمنين، بل قد يوجد في المؤمنين من يناله ويصيبه فضل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أخذ الجزية من اليهود والنصارى أهل الكتاب مقابل إقرارهم على دينهم. وهل يلحق أحد غير هؤلاء؟ قال العلماء يلحق بهم المجوس عبدة النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. واختلف أهل العلم في من سوى هذه الطوائف الثلاث هل يقر على دينه أو لا يجوز إقراره، وحينئذ نقول بأن غير المسلم الذي يدخل في ديار الإسلام على أنواع، النوع الأول المستأمنون وهم الذين طلبوا أمانا وقتا محددا، فهؤلاء لا بأس أن يؤمنوا مهما كانت ديانتهم. ومن أهل الكفر أهل ذمة يدخلون في بلاد الإسلام على أنهم مواطنون فيها عائشون مع أهل الإسلام فيها، ولا تكون إقامتهم مؤقتة، فهؤلاء أهل الذمة يمكن أن يكونوا من اليهود والنصارى والمجوس، لكن هل يمكن أن يكون هذا لغيرهم؟
قال الجمهور لا يقبل من غير هذه الطوائف الثلاث إلا الإسلام أو أن يقاتلوا. وقال فقهاء المالكية بأنه يجوز أخذ الجزية من جميع أهل الديانات السابقة على اختلاف مللهم، ولعل هذا القول أرجح من قول الجمهور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وهم ليسوا أهل كتاب، وورد في حديث بريدة أنه كان إذا أرسل جيشا أمرهم أن يخيروا عدوهم بين ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، ولم يفرق في هذا بين أهل الكتاب وغيرهم. وبالتالي يكون قوله من الذين أوتوا الكتاب في هذه الآية لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة. وفي هذه الآيات وجوب التزام الإنسان بما حرم الله بحيث يعتقد تحريمه حتى ولو قدر منه وجود معصية بفعله، فإن الواجب اعتقاد كون الحرام حراما. وفي هذه الآية دلالة على حجية السنة، فإنه قال ما حرم الله ورسوله، وفي هذا دلالة على أن النهي الوارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على التحريم. وفي هذه الآيات إطلاق اسم الدين على الملل السابقة، ولكنها ليست دين حق. وفي هذه الآيات أن الدين الحق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو دين الإسلام فقط، وأما ما عداه فلا يقبل من أصحابه. وفي هذه الآيات مشروعية وضع الجزية وترتيبها على غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، وتكون بدفع مال شهري معلوم مقدر لبيت المال. وفي هذه الآيات استصغار واستنقاص مكانة أهل الكتاب. وفي هذه الآيات تحريم نسبة الولد إلى الله، وأن هذا من الافتراء العظيم عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن اليهود يثبتون الولد لله فيقولون عزير ابن الله. وفي هذه الآيات تحريم نسبة المسيح إلى الله على أنه ولد له، فالمسيح خلق من خلق الله، خلقه الله كما يخلق غيره، وكما خلق آدم من غير أبوين فيخلق موسى من غير أب. ومن ثم نعلم بطلان قول النصارى واليهود في عزير والمسيح. وفي هذه الآيات أن كثيرا من عقائد المشركين لا يقرونها بقلوبهم، وإنما يتكلمون بها بألسنتهم. وفي هذه الآيات أن المقالات الكفرية الباطلة تتشابه، وبعضها يأخذ من بعضها الآخر، فلا يغتر الإنسان بوجود هذه المقالات أو بانتشارها. وفي هذه الآيات تحريم تحليل الحلال وتحريم الحلال، فالواجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات النهي
عن قبول التحليل والتحريم من أحد من الناس بدون أن يكون ثقة يعرف بأنه ينقل إلى الناس حكم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا تحريم عبادة المسيح وتحريم صرف شيء من العبادات لأحد من الخلق، فسواء كان من الأولياء والصالحين أو كان من الملائكة والأنبياء، فلا يجوز أن نسجد لهم ولا يجوز أن نصلي لهم ولا يجوز أن نذبح تقربا لهم ولا يجوز أن ندعوهم من دون الله. فلا تقل يا فلان وقل يا الله، فإن الدعاء عبادة، والناس لم يؤمروا إلا بعبادة إله واحد هو الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تنزيه الله عن شرك هؤلاء المشركين، وفي هذه الآيات أن التحليل والتحريم عبادة يجب أن يتبع فيها الشرع، ولا يجوز لنا أن نخترع شيئا من ذلك من عند نفوسنا. وفي هذه الآيات التحذير من مكائد أعداء غير المسلمين الذين يسعون إلى طمس معالم هذا الدين وإزالة آثاره. وفي هذه الآيات أن جهود هؤلاء المعاندين ستذهب هباء منثورا بنصر الله لأوليائه المؤمنين. وفي هذه الآيات أن الله سيقيم الحجة على العباد أجمعين بوصول هذا الشرع إليهم. وفي هذه الآيات التذكير بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد اشتملت على أمرين، أولهما العلم والثاني العمل، كما اشتملت على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وعد من الله بأن يبقى هذا الدين ظاهراً بارزاً له دولته، وهذه سنة ماضية في الكون تبقى أبد الآباد إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات التحذير من مكائد المشركين والمخالفين التي يريدون بها إزالة هذا الدين وإطفاء نوره. فهذه فوائد من فوائد هذه الآيات. بارك الله فيكم وأسعدكم وجعلكم موفقين دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يعيد الأمة إلى دينه وأن يرزقهم الإنابة والتقوى وأن يجعل لهم الهدى والغنى بفضله وإحسانه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.